اتفضلي. بنتي من كلمة حضرتك قبل كده اللي هي في الإمارات دي، هي دلوقتي تعبانة خالص خالص، عندها كورونا شديدة جدا خالص. الله فأنا يعافيها. عايزين نجيبوا حاجة مثلا صدقة، هل الصدقة دي نجيبوا خروف مثلا لمؤاخذة يعني نذبحوه، ولا نجيبوا أسطوانة أكسجين لله؟ كله جائز إيه الأفضل من وجهة نظر حضرتك؟ والله، يعني إذا كان عندكم ناس مرضى يحتاجون إلى أكسجين ائت بالأكسجين. طيب ماشي.